أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله والثناء لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فصل في الاستنجاء أو فصل ياد فصل أداك فاصل كي وحكى لساروائي في الاستنجاء أو فصل ياد يو آداب قاضي الحاجة حاجة قفك قدها آداب تلوغ بايان. فصل هذاك فصل كي وحكى لساروائي في بيان أحكام الاستنجاء استنجاء أحكام تيسا أحكام تلع عدين تيدو وفصل ياد يو آداب القاضي وفي بيان أحكام آداب القاضي قاضي الحاجة حاجة قفك قدها أحكام آداب تلوغ بايان آداب تاس أحكام تيدا أحكام تلع عدين تيدو وفصل ياد. أخر مصنفك هذا الفصل ودب لغي عن الوضوء والسقاد ودب لغاد طبعا راعي الدراد دي ودب لغو للروضة روضة راعي روضة النووي كتاب كاسو راعي واد إشارة نوحو إشارة شيخة إلى جواز تأخير الاستنجاء استنجاء إن لدب لغا إن بنانتا عنه عن الوضوء لغا دب لغاد إن استنجاء إيه والسقادك استقادك لصهر مريكار استنجاءنا لغا دار مريكار وإشارة واد سيدا سو روضة راعي واد لكن هذا مركز لقوله استنجاء إن لديب لقاء برنان وبشرط أن يكون هناك حائل يمنع النقض وإن ما يشاء سياله حائل ديدا إنه يسد البرتوات بخلاف التيمم تيمم قرافصا أو فإنه تيمم كياسيق لا يجوز مبنان تأخير فإنه شأنه لا يجوز مبنان تأخير الاستنجاء استنجاء إن لديب لقاء مبنان عنه عن التيمم لقاء ديب لقاء مبنان أيضا محاجر التيمم كوادهارة ضعيفة وسوق هذا نموه لا أزول أسعادات. والاستنجاء استنجاء استنجاء مرك انت ننقل اركانه ليا سواد واركانه اربعه افر واركان تيس مستنج وهو الشخص وشخص قال يا واد قفك استنجو هاي حاله مستنج لي راد ومستنجا منه ومتك حقيس لغا استنجو هاي وهو اسي الخارج النجس الملوث واد ومتك خارج كا اي صوب حي ملوث كا هدنا قويان واد اما ضروبه الديراد مستنجا فيه ومتك لو استنجو هاي لو استنجو هاي وقبولك وقيبت هورا ليرا اوين دوري اما قيبت قدالات ومستنجا به ومتك لو استنجو هاي وهو اسوغنا الماء به واي او الحجر اما داقا حوال ساسا ليرا داد اركان تاسولي مستنجي مستنجا منه مستنجا فيه مستنجا به ساسا لك ليرا داد وهو أسوغنا وضهارة مستقلة أمد حبنان فليس استنجوه من إزالة النجاسة كمد ما هواد وقيل وحال إنه منها واكمد وعليه يانا المتأخرون تدك علماء ده هوا ضنبا تاسي قبان واد أما الرقي هراء متقدمين تاو سلفك وحي قبان استنجوه إنه يا دهارة مستقلة أو سنك مدهين إزالة النجاسة أو سنك مدهين واد تاسي قبان واد. والاستنجاء استنجاء وهو استنجه مأخوذ مثل صوقة تواي من نجوت الشيء شيئا قوي ألقى صوقة تواي أي قدعته وقوي فكأن المستنجي مشخص استنجوها وابا استقو يقدع قوينايا به بالاستنجاء الأداء نبقى قوياد عن نفسه أو نك قويها واجب وايا واجب انت لا صعتها والاستنجاء دي لا صعتها قوي والاستنجاء واجب واي ما جالس يقول صعتها من خروج البول والغائد واد سحردي سو بحيتان كيدي هي كادي سو بحيتان كيدا درتود او واجب واد واجب واي من خروج البول من اجل خروج البول كادي سو بحيده دراده او واجب هي والغائد ومن اجل خروج الغائد خروج القائد سحرد صوبحيد درته او واجب واد استنجو واجب بالماء بيالو استنجو او الحجر ام حالو استنجو دا دغ حالو استنجو دا واد استنجو اسيغاد احكامتي خمسه هدا حكوميس اسيغاد مر واجب نقيا لكن هذا او مركه لو ليه وا واجب استنجو لو ليه وا في حق غير الانبياء انبياء ددك ان اهين وا اما انبياء ميا لان فضلاتهم ظاهره واد ايغو خود وا بداي أما واحد لقى الله يا واي غير الأنبياء لقى الله يا ساس والله سواد أسيق وجوب كيسون على الفور ما هواد عند إرادة القيام إلى الصلاة مركز واجب يا واد
يو نحويا ما لم ينزل لكن عليها دي سكدة لين وتضمخ كويا أساس على كوا هلابيت دي سكدة قيما دين نجاسة إكوها الله ضاد دي سكدة لازمة وإلا هذه كل لازمة سكانة وحنا غنا وجوك على الفور ونغنا مرك قارن السنة ونقياس قاد كما إذا خرج منه حك صوب حكرة غير ملوث مد وحقوية غير كيسا كصوب حكرة ترحيه كلا كصوب عقفك أما الدقاء كلا كصوب حداد إلا استنجود السنة ومرك صاد مرك قادنا كراهي ونقياد كل استنجاء من الريح قفك وارو صيا كلا معنا أريا كتمين مرك سور واستنجوها كراهي أيضا هاد وقد يحرم إنه حرام نقضى على أركان مع الأجزاء واد كل استنجاء بالمقصود شيء صاد عضاك لأن أكو استنجود إن أكو استنجاء ستحرام واسينا ومع عدم الاستنجاء أجزاء واد أجزاء كل استنجاء بالمدعوم وقد يباح كما إذا عرق المحل يديد فاستنجاء واستنجود لإزالة العرق واسكبنا أنت واد محل كي يديد كي من معنا مركز يديد كاسكي من أودي سو استنجود واسكب مباح أيضا واد فالاستنجاء مركز تعتريه لو حصل عارضة سأل أحكام الخمسة كما قال الشيخ عدي سو واد لكن في سورة الإباحة نظن الضوضاء كجرت محاجرا لأن هذا لا يسمى استنجاء شرعا لمومك عواد بالماء بيا لغو استنجوها أو الحجر لغا حواد إيا وماء لغو استنجوها في معناه بيا لمعنى واد في معناه لغا حلا معناه أو من كل جامدين ككستا أو قللان أه ظاهر أو هدنا ظاهرة قالع أو فجهاية غير محترم أو مدل احترام غير كيسنا واد لغا حلا معنى كرا شيء كستو قللان ظاهر نأه شيء قللان على روا هدنا حال روا ظاهر إنو يال روا أدنى حال الربا قال إنه يوفو جهة يا الرواد ساس الله سلام عليكم وإنه ظاهر هذا جامد وإنه هذا يا مشك بحاي ما إعاك بحاي بيها ما أورد قال الله ما استعمال كرو خلقه قال الله ما استعمال كرواد ظاهر ليرينا بحاي وحاك بحاي دقاته قال إنه يستنجد ما شوك بحاي ساد ما لو يستنجد كرواد قال عليه إنه فجها يا شرد يا لقولين وحاك بحا وحا وحفجيه هناك بحا ياد عيدو قال الله ما استعمالك راد ساسولس غير محترم محترم وايد محترم وحلا احترامنا إنه سهينا شرد وايد شيء لقود استوك الله ماك بحا لما استعمالك راد ولكن أي شيء الأفضل سيد فضلك بدن ليس ولكن الأفضل الأفضل سيد فضلك بدن أن يستنجي إنه استنجود واي أول المركورة بالأحجار لحوك استنجود ثم يطبعها أو دنا الرعسية لحي ثانيا المركلة بات بالماء أو الرعسية هذا ثانيا تصلوا ما بهنا أو على سكرا في كريوات معادل حوك أن يستنجي أولا بالأحجار لحوك استنجود ثم يطبعها بالماء لقح حور رعسية بيور رعسية أساسي بكو أكيدات والواجب سيد واجب كحواي ثلاث مساحات مسح يالا او سد حواي مركو استنجو ما قجرو مسحا سد حجر انو مسح واجب كي اواد ولو كانت المساحات ثلاث مسح يالك سد حداه يابا هادان بثلاثه اطراف حجر واحد هل دغح سد حديسي كي سبا هاتود دغحا سو هشاي افر جيسو ليه ميلوا كا قبسته مركا سا سد حدي جيسو لايد جيسكا كا استعماشي جيسكا انا كا استعماشي جيس كان ناقة استعماش وابنان تواجد أسدح لقى حو عادي أنا صقة تشرد ما شرد ما ويجوز وحابنان أن يقتصر قفك أن يقتصر المستنجي كي استنجوها إنه قابس دا بنان على الماء بيو أو كقابس دواجد أو على ثلاثة أحجار أما أو كقابس ده سدح لقى حو كقابس دواجد لقى حو كقابس كريا بيكل جودنا وكقابس كريا واد لكن لقى حشر دو وتاو ثلاثة دو ينقي ظهير آية ظاهر يسده ساس ثلاثة ذا ينقي أو كده ظاهر أيه بهن ثلاثة ذا المحل أو كده ظاهر واد ينقي مستنجقة قالوا على فاعلك ثلاثة ذا ينقي مستنجقة بهن ثلاثة ذا المحل أو كده ظاهر واد محل كائن ظاهر كران يعني إذا محل كظاهر كرين ماشي ما بسوق لي كران واد ثلاثة ذا نقولي بحشر دي إن حصل أديك حصل إيشو الإنقاء النظيف آشدي أو سيف النغشدة بيابي ثلاثة أديك حصل إيشو وإلا هذه سكوحة سلين زاد عليها ثلاثة وكبر ياود سد حجر ضوء تم الصحو سد حداد جر ماشي كل ظاهر نقيس وأوكي هذه سكو ظاهر نقين أفر شان لح ماشي سول عداود ويصنع حان الله صنيع بعد ذلك كاس قداش يسا أو زيادة دي عود
وحال السنة التثليث يا السنة يا ود. هذا التثليث وكان وحول جدا شيء إيتار وحول جدا. وهذا دين تسد حجار لما صحوا سد أحد جار ماشوا يكون نظيف هاويسو حاله بعينه إن لقصيت رسمه مر أفر هذا قدرتي مر شن هذا قدرتي مر لح هذا قدرتي مر كل حد ماشي حواي ولي مر كل حد حين نغت نظيف حين نغت وحقوق أصبنت إن مر تبادل نقدان ما حد لو ترى على جاره مر هذا التثليث كانوا سد حشر ما هي واحد لو جد حواي إيتار صناعات إيتار صناعات معجر النبي عليه الصلاة والسلام حوري إذا استجمر أحدكم أحد كنا دو استنجوها فليستجمر وترا واد قفك دو رجع حكوا استنجوها ترى إصدارها استمر مركز سد حاسمة هذه سد حاويسو ترى ذا كلو لوجوك سكر حين غي وترى نغي سواد أما شانو كو استاجا تضبو كو استاجا سجالو كو استاجا تميكو ساسي أصعي سواد ترى طبعا هذه أي كنا قطوا ماشي نظيف كنا قطوا لقوم استايكر وإن لو جد به ترى ذا إصدارها لو جد واد واسير صنا دو تواد هذا منه أقوي فليستجمر وترا ترى إصدارها كذا كذا صروح هذا أمر وها أمر كاس أمر وجوب ما أي أمر كاس عونا أمر ندب يكون غاود أمر صنا واد أي أمر وجوب ما واد أمر كاس تأشر عادة كوي ما هذا مركه الشهر أصل كحواي وواجب واد هذا أي سئ مان وح صارفة وكل يحيى أوصل مان واد وح صارفة أوصل مان واد هذا كان أكل أمر كان وجوب ما هل اللي يواصلنا محاجر حاكل يحيى وصرفه عن الوجوب مجدده وجوبك عكلي هي قوله صلى الله عليه وسلم حوري من استجمر فليوتر واد من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج من لنوي من فعل فقد أحسن قفك سوبي وناب سمي ومن لا قفك سمعنا حالي فلا حرج وحد بوطوشك سارا هواي راتي أو مجرت واد هذه مركة أمرك أمر وجوبي أساس ما لدي لك لديه ملين محاجر وجوبك لما بحق إحتاجي ساي ما يساوي على فعله ويعاقبه على تركي مركة شيء ويعاقبه على تركي ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج الله مليه ليه مركب أبوك يا سهل الله إيه فإن أرأت مركب ما يشعر سوء التثليث وكلية إيتارة لك وضع وطيرة لك وضع الوصع على الصحيح فإن أرأت ده دو دون مستنجي الاقتصار قابسشو على أحدهما نقح إيه بيامتكوت إنو كو قابس ده دو دون أو إذا معنى الله ماذا ما إسلا استعماله من استعماله فالماء بيه أفضل فضل بنامات بيها فضل بنامات هذي نجح يبيه أو يرى لما ضاد ما استعماله يعني مذا استعماله دو يرى وحافظ لبدن بيها إنه استعماله صوبته محاوى مركة لأنه ما يجو يزيل وزيلية عين النجاسة نجاسة عين تادا هي وأثرها وزيلية ما هي رات كده وزيل أما نجح وزيلية عين النجاسة وزيلة دون الأثر ما هي أسوق رات زيل مكر وزيلية نجحه عين تبيس وزولي كرا ما دام مركز أسوق عين تبيس وزولي كرا هدي لي راه هل حبال وقاف صديا فضل بدن الماء يا أفضل مركز بيا فضل بدن واد وشرط الاستنجاي استنجاء شرط الكيسة شروديسة ساس على ذات هذا وشرط الاستنجاي استنجاء شروديسة ما رأينا شرط نحوي مفرد مية وصا جمع يا شيكر يا هاي الشروط محاوقة معنا يا أمر شرط ديجي استنجاء شرط ديجي زمان ده يا استنجى جمع ما احنا الله محاسوا يا شيكر هل قاعد يبلهد موصل كان اكو سو قادن كوتو تدما اكو سو قادن هل قاعد او كوبن او ور كدن او كسو اروراي له والله في مضاف إليه كالكلمة الوحيدة ما جمع كيما أي كورنطة وجوكتا يا وشرط الاستنجاء استنجاء شرطي الكيس انت كسعتا ومفرد لو ألي في معرفة مفرد معرفة لو ألي في عمو ما قجر النهين مفرد كادي معرفة لو ألي في حونغا عامو نغا مو جمعو نغا شرط ومفرد الاستنجاء حواي ومعرفة مفرد مضاف إلى معرفة عمو مغجرا صوران وشرط الاستنجاء استنجاء شرطي الكيسو بالحجر اللي هو استنجو دهانا وحاكمي ده وحواي ألا يدفع الخارجو كيسو بحي إنو سن إنجيجين واد كيسو بحي إنو سن إنجيجين واد أو سن قلالين معنا إيفا إن جفة كلها دو قلالو أو بعده أو قلالو تعين الماء بيا عينو باي هدي شيء كيسو بحا أو قلالو أما قيمو قلشو لك حلما استعمالك رو بيا عينو باي واد
وألا يجف إنه سن قلالين وألا خارج كي صبح أن نجس أن نجس تاوات ولا ينتقل وألا ينتقل وإنه سن قورين عن محل خروج ماشي أو كصبحانه وإنه سن قورين وات أو سمالك لكود عمان عن المحل الذي أسابه أو كود عينه سن قورين عند الخروج مركو صبح أو استقر فيه أو كصبحانه أي وإن انتشر ضوفافه حول المخرج ماشي أو كصبح هرير هذا وكفافه فوق عادة الإنسان وات إنسان كعاديس وحكة كريات بشرط لكن حاشر دي الله يتقدع إنه سنقو إن وألا يجاوز صفحة وحشفة وسنقو إن واد أو سكقد بي هذه أوساسي أول استعمال كريات لكن دو قور إبر واسينا لما استعمال كريات ولا يترى عليه إنه سكسو درنا لروا محلكي نجس النجاس سكسو درن نجستو آخر أو آخر أكلتوات نجستو أجنبي جن أو أجنبي عنه عن الخارج كأجنبي نجاس أجنبي إن يسميه شو قالي إنه واشرتي أيضا والله رواد ساس الله سامر قال ولا يدرى عليه إنه سكسود رين والله روا نجس النجس نجس تو آخر أكله تواد وكذا ظاهر رطب والله مد حتى ظاهر وقيل والله مد واد نجس كري شرط ما لكن بخلاف الظاهر الجافي ظاهر كقلالان خلاف سواد فإن انتفى مركا دو أنفهم شرط أنفهم أو من ذلك كمدة تعيين الماء بيعي نوبة هذا شروطا أو دريها شروطي أو شروط إذا الحجر تصفين هذا ما هو تعيين الماء بيعي نوبة وايد ويجتنب وجوبا قال الحاجة هذا انت مركا حكا قال أدابتي وكا قال وايد هذا انت مركا ما كقلاصين بيها إيا حجر كإيا نقحة أنه بيها إيا نقحة اللبضة وإن لا استعمالها في عن هذه قفك أورا اللبضة من أنكو قابسانا بيها في عن لو قابسد فضل بضل صوبت بيها لو دوران حواي بيه عينت النجاسة دي إيه حيس الزولايين إيه أثر كيديو سلزولايين أما رجحوا أسين صوبت اللوغة اللي حاها حينا غي عينت كيديو الزولا أسوق أثر كم الزولي هايات أثر كم الزولي هايات لكن سدف في عوائن لبضوض إلا استعمال من كل جامد قالع من كل جامد ظاهر قالع اللي قرنه غير محترم إنه تيش كانت اللي استعمال أكو سوق الايد ولا استعمال كرا تيشك ولا استعمال كرا حنش ولا استعمال كرا كرتون تضع لك جهد ولا استعمال كرا أدو حاشر دي من كل جامد ظاهر قالع غير محترم من حاشر دي وايد دلو كورا انتان سوى جبسو ولا استعمال كرا دلو سبب قالع ما وصح وانا كسيد باتي بعدين بدي بكو قيسي موه قالع نما هايدون وايدو شيء سيسي موه قصب كورا يا مال استعمال كرا قيبت كرولا فيها محترم يعني. هي حونا غامر ولا استعمال كرا وحوف الجمهور كريمو واسس بصير وحيس لازم يكون غامر ويجتنب وكذا يرانا وجوبا واجبنا مقادير حاجة حاجة قفك الجدها استقبال القبلة قبلة قابلتان كذا أو كذا يرانا واد الآن حتى أو قابلات واسكير عليها قبلة عين تذا سحر الله لما قابلك أدي له دويا يقينا في القرب واد وظننا أن في البعد أدي له فوق يعني لا لما قابل كراد أو لما دوا كرايدا ناد واستدبارها قبل هذا إن له دب جيرينة أيضا واقف وياها في الصحراء مركو جوجا ملبه جويا وبرنان كجواد برنان مركو جو قبل هذا لما أنا قابل أي أمنا دب جيري هاي واد أو لبضة بحوص ما وقف وياها واد وقف وياها واكلا لكن شروط أيكو حرامات إن لم يكن بينه قفك استنجوها يوم مستنجيها إيه وبين القبلة قبلة الأحداث ساترون أدان ساترون الحين إيه هذه ساترون الحين أي ده حين قيسة لا ما هي استوى من جديد والحالنا أو هذا أو صمود الحين أو صنع هانين ده لم يبلغ ثلثي ذراع ددن سدح لاديك لا بديس ديك أو سن قاري ماد أو أمس بلغه ما واجاري وبعد عنه وأنا كفوا قاده عن الساتير وحكفوا قاده أكثر وحكبة من ثلاثة أدرع بذراع الآدمي آدمي دون كيس ديل وعبير كما قال بعض العلماء قاركوت سيدينون يعني نكان ضم الساتير حجر إلى كوا ساتير كي أسوقنا يود حيسو سدح دون يود حيسو إلى كوا مدر هذا أما أوصم بكفوا قانين مركز أيضا حرام استقبال استدبار حرام واد هذا مسؤولها عند جونوك أصابك وصوت أيضا واد والبنيان اسمه في هذا كان ويكون مدين كالصحرائي المدين بالشرط شرط للقب شرط المذكور للشيغات إلا البناء بناء ما هنا المعد للدياري لقضاء الحاجة حاجة إنه قلت له دياري كيف هو كاسمك؟ ومسخوش موين
أو فلا حرمة حرمه في أسيق ما هاني مطلقا بواد وحرم عشاكم أجل تصير استقباله سميكرا استدباره سميكرا وإسكداف كريا إلا ما شاب حاله أغوط لقلي وحاله أغوط لقلي هوش أساله أغوط لقلي واد يا الله ميدا ماشا وكذا الصحراء المعد واد روحيس ما البنان أو لو ديارش روحي دو الله ميدا ماشا أنا ماشا سو بنان أو حالي وهلقي قشن أيضا والله ميدا استقبال استدبار حرام واد ساس الله ساد وواك كناية إلا البناء المعدة لو أسقطها دوري دي لها البناء كلمة لكان أولا ساسا في عناله ليشمل سوء كل ميوه المعدة في صحراء سوء ماشي وسوء قراد أو يسير أصنعه هذا معدا بقضاء الحاجة فيه ولو مرة مع العزم على العود إليه هاد لازم يكون شكرا مركع أصنعه الله ميد هاد وخرجت وحاكو بحاية بقولنا قول كينا أنكو قولنا الآن أنكو قولنا ما أكو بحاية كان هذا قبلة قبله أول المركع رواد شيء مركع قبله هاجر مجره وذلك كبيت المقدس بيت المقدس بريا لو دو كجر فاستقباله مركا بيت المقدس إلا قابله إيه واستدباله لو دب جيديا مكرون أيضنا كرايوا أما استقبال الكعبة حونقا حرام وأسل الله أقرات ويجتنبوا وكلا ديراها ندبا سننما قاد الحاجة يا ديراها كي حاجة قدها البول الله ديراها كاددي إيه والغائدة السحرة دي في الماء وكلا ديراها ما يقول الراكيد دي فرديات بيه مير فردية لغو مرة كاديو لغو مرة سحرة دواد أما الجاري كوة قلقلاي فيقراه حالك هذا ما ذكري والله كاداو كادي سحرة الله كادا في القليل كودية راي قليل كومينو كميدو هذا من الجاري دون الكثير كيبوتنا كسكواد لكن الأولى سيدة في عام حواي اجتنابه كثير كروحيسة إن لغالة ديرا دا في عامد وبحث النووي إمام النووي وحب بحثي تحريمه حرم أشدي سما ذكري في القليل متك الرحيس أو حرام كوي جاريا كان هاي مد ريراي أو راكدا هاي سيدة بحور بيو دي قليلين هاي رادان هدو ريران يسان دو ريريني إن لغو كاتش أما لغو صحراء وحرام ساسو يرواد ويجتنبو أيضا وعلفو قاواد ساسو لصامر كاتش ويجتنب أيضا والفقانا البولة كايدو الفقانا إيه والغائدة صحارة تحت شجرة جيد هستيد كل فقانا شجرة دو المثمرة تيواد إيه ميرها بحين إيساد جيد ميرولي أو ميرالي هستيد إن لغو صحارة أما لغو كايدو الله ما أقلوا هذا حرامه وقت الثمرة تولب وقت إيه ميرالي ده إيه وغيري وقت الثمرة غير كيس بويد ويجتنب وكلا ديرا ده ما دكرة وحي لصوشيك في الدريق وكلا ديرا ما دكروا يكون عبه البول والغائد يكون عواد في الطريق وكل ديرها طريق المسلوك لقاداي للناس ددكو يقاداي ود جيتك ددكو مران لوغو ما كادي كرو لوغو ما سحرو كرواد وفي موضع ذلي هوسكا بوسكي سنه وكل ديرها ود سيفن جيلالك وكل ديرها وفي موضع الشمس شتاء وكل ديرها ود خليق حغايي وكل ديرها مشان خليق جيلالك وكل ديرها ود ميل ددكو فديستان او الى هوسنا او لوغو كاديده لغي كرو لوغو ما سحرو كرو حا كجرا ماشى عنشورها إيه ضدك الغد بولغو قادوات ماشى صوحة ولا لا أجيك رأي دوات وفي الثقب قدك وكلا ديرها دولالك ثقب قو في الأرض دولك دحيسة دوات قدتك إيه خشب ما يوات وهو ثقب قلقو شيئا النازل وكيدك المستدير أو وريكسن أو هاسو قضايا وانا وريكسن يوات ولفظ الثقب قدك اللفظ قيسن ساقد واد عسيا في بعض النسق المضني من بعض النسق المضني كما بيالو كيروات أو لفظ ثقب ينكو آلمان ولا يتكلم قاد الحاجي ورمي مايو أدبا لأجل أدب أدب دراد دينو سؤال دينو لغير ضرورة ضرورة غير كنكو آلم مايو ولا يتكلم قاد الحاجوات وكو قرين فاعل خلصان ولا يتكلم قاد الحاجي مهلاي أدبا لأجل أدب لغير ضرورة مهلاي على البول كاديد دشادة مكو آلاي والقائد وعلى القائد نكو مهلاي فإن دعت ضرورة دي إلى الكلام أويرت وذلك تصالي كمرة آوا قف أركيا قال حية أبي سو أركي تقصد إنسان وغزديس لم يكره الكلام هذا الله مك هذا حين وقت كسائد نين كان حوكجري حاجو جداي إيش أنا حوس عري أبي سو سو سعتو أركو قف عن ربته أفك اللي بديس وفرعات ويريها أفك وهذا كريه قف كاس ولا يستقبل من قابله الشمس مقابله والقمر أنا مقابله قرحة هي ضيحة مقابله ولا يستدبر ما من أدب جديها يا ود قرحة مقابله عند ضلوع ما أو غروب ما ود ما القابله ود ولا يستسال هذا ولا يستدبر ما من ودب جيدي هذا استدبار كمسألة ده عدم الاستدبار كضعيفة مسألة ده
أصابه كوشيكي أي يقولوا له والله كذا قال الحدي ذلك كاسا الله كذا حال قضاء حاجتي حاجتي يسقود الشدة حالة هذا الله كذا لكن النووي إمام النووي في الروضة كتاب الروضة ليرا إيه وشرح المهذب وحكوي قال وحكوي له كتاب كشرح المهذب ليرا إيه كتاب الروضة ليرا وحكوش شيء إن استدبارهما الشمس والقمر معناه استدبار الشمس والقمر ليس بمكروه إنه صحيح وقال إمام الرافعي أصلاً حوشه في شرح الوسيط وحكوشه قاد لا سالداد كتابك وسيط كليرا إمام الغزالة سكلا وسيط وجيزي إمام الغزالة سكلا وكتابك وسيط ليرا مركو شرح إمام الرافعي وحوري إن ترك استقبالهما واستدبارهما سواء وير إيه فيكون مباح استقبالك استدبارك وحواي ومباح ويرواد وقال النووي في التحقيق أصلاً وحكوري كتابك ليرا إن كراهة استقبالهما لبض استقبال كودا كراهة جديدة لا أصل لها أصل بما لها نيراد وقوله يو ولا يستقبل إلى آخره أو رين ساقد ودعسيا في بعض النسق المضني من بعض النسق المضني أو أسيقنا كدعسيا واد ساس ورساد واسو عكو يقرأ مركة تتموك وشيقا واد آدابت وحاكم ده قفك إنو سنفر جيجي سفيرين واد مركة مصرشة قرح جرو وحكا صباحان أو سنفيرين واد وحفر جيجي سكا صباحان أو سنفيرين واد مركو استنجوها أو مصرشة قرح جران أو حاجة قدها يعني عركة قفك ما فيري واد gaantii sana kula ma falaada farji gaad midig iyo bidixna uma milicsayaad dadkana waa inuu ka fogaadaad meelan qof wax ka soo baxayo qajaftooda iyo urko qajaftoodana aan la maqleynin urkoodan uu san dadka soo gaareeyin waad hadii laakin asiga aad inuu fogaado ee cudurtoodu weesana dadka xaal loo sunay inay ka fogaadaan waad adum musqulaha iyo guriga isku dhaxyaalo kala adaado qolka sagaad iyo qofa musqashi gale haajidina banaanka uu soo baxay tacad ruway adaal gaar waa inaan banaanka ku baxdo qofka soo heshiisa dhameystay dadka indhood inuu iska asturan waa la sunayaa meelka kan iyo waa iska ilaaliya muhaajir waxa ku soo biibaya wixii uu dhulka ku shubaa si ku soo naqanayaa asoo istaagsan ma ka dhahayaa wa inna ma fa'alahu sallallahu alayhi wa sallam li bayan al jawaz موجودين بين الجواز على أن عائشة قالت حيث لمن حدثكم أن النبي بال قائما فلا تصدقوه موجودين يو الله يدخل الخلاء قفك إنه سمشوس جلدة على الصنعة أصوك بالآن واد أصوك بالآن مشوس دلق لما يراد ماذا حاجه في دنا مشوس الله ما قال واد مرضا قفك مركو كريلة آير آير وكريلة إيه هالمرة مرضا كرو غادم واد مركو فريسان وحو عكسا دنا عبد حا وعكسا واد مرك حاجته كصعد لأنه أسهل له ساسا أفضل إنه دنا عبد حا عكسا ساسا أفضل واد هذا عاف ما ده أنا بقى نتمي أنا ديله شرح تكرر سيدي كصوبه يجو سيداس كصوبه يسار لنا عبد حافظ ضاد وأن يقول إنه يراد عند وصولي لمكان قضاء حاجتي مركو من شيء سجار حوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من القبط والخبائث والياد ولا يتمم البسملة بسملة أنا ما تمم ما أنا مسترق بسم الله الرحمن الرحيم ما داعيات وإنما أتي بسم الله يا للي من حينئذ محاجرا لأن حفظه من الشيطان أمر ذو بال واد فلا يقال له ما ياد كيف يأتي بسم الله مع أن دخول الخلاء لما راح معناه هذا الرحمن الرحيم من صوت اللوري وحواماشا شيطان كي يان نحرس ورب الله مرة بان نحرس السيقات هلا سألو قديدة مركة بسم الله يلو قابي هاد هذا وصل شوشك صوبح أنا غفر أنا كأوليها سد حجارونها الحمد لله الذي أذهب عني الأداء وعافاني ساس أوليها ساسالة ذات نبي الله نوح عليه السلام وحالك سوري مركة ومصوشك صوبح أيو حوري الحمد ماد لله إلهي أصناد الذي الله سو أداقني إلى دنسي لذته ومعانتيسه أو أبقى فيا يقو باقي يالا منفعته ومنفعديسه أو أذهب عني إقبى بيه وإقبى حشي أداه ونبكي سواد سأسو لي جراد مركة وربطك العنى ممعوه مركة ورنوى معايوري كدب هدنا حو إيرهب إنت نفع قلت هدنا حو إيقساري إنت نبكى لهذا إيقساري إله سامات سنو لي جراد فصل في نواقض الوضوء والله سبحانه وتعالى أعلم